السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم 6 نماذج لأحذية المستقبل. لا تستغرب عنوان الفيديو كثيراً، بالفعل لقد وصلت التكنولوجيا إلى الأحذية، وللتأكد من ذلك عليك أن تكمل هذا الفيديو إلى نهايته. شيفت وير سنيكرز، ما رأيك بحذاء يتماشى مع حالتك المزاجية؟ هذا الحذاء مزود بشاشة متصلة بالهاتف الذكي، يمكنك أن تغير شكل الحذاء وقت ما تشاء وكيف ما تشاء، بالصور أو الرسومات أو حتى مقاطع الفيديو الصغيرة. مون وولكر، جمعنا نحلم بالمشي على القمر، لم يعد ذلك صعبا بعد الآن. مون وولكر لا تسير بك على سطح القمر، ولكن سوف تضفي على قدميك الإحساس بذلك، وهذا بفضل مجموعة المغناطيس الموجودة بداخلها، والتي تصنع مجالا مغناطيسيا متضاربا يجعلك تشعر بانعدام الجاذبية. يمكنك أيضا تغيير لون الحذاء من خلال تطبيق على الهاتف الذكي. تطمع الشركة المصنعة في تصنيع أحذية أكثر تطوراً من مون وولكر في المستقبل. Base Custom Insoles ليس حذاء بالمعنى الفعلي، ولكنه تطبيق يمكنك من تصميم مفارش الأحذية التي تريدها وإرسالها إلى المكان المصنع ليقوم بإنتاج قطعة خاصة بك ومن تصميمك أنت. أيا ما تراه مناسبا يمكن أن يتم تصميمه لأجلك. أنكل شوز، هل أنت من هواة رياضة الجري؟ هذه الأحذية أيضاً تسمى بموفرة النشاط، وذلك لأنها مزودة في كل حذاء بزوج من الطواغيت، وهما مجهزتان لتخزين طاقة الجري وتفريغهما في كل خطوة، وهذا سوف يوفر الكثير من الطاقة لأن تلك الطواغيت سوف تجعلك تجري بشكل أسرع ولمسافة أكبر. يصل سعر الزوج منها إلى 180 دولار. باور ليس، هذا الحذاء حقا رائع،
ميزة هذا الحذاء أن مقاسه يتناسب مع الجميع. من خلال الضغط أسفل القدم، فإنه عند وضع القدم يهبط الضغط لأسفل، جعل الحذاء يتناسب مع حجم القدم تماماً. ومن خلال تخفي الضغط على الحذاء ودفع القطعة البلاستيكية في مؤخرته، يمكنك خلعه بسهولة شديدة. الحذاء الذكي الأول من نوعه على الإطلاق، يتصل بالهاتف الذكي لتتمتع بمزايا فريدة، منها تدفئة الحذاء بدرجة الحرارة التي تحددها من الهاتف، ويمكنه الاهتزاز إن أردت ذلك بالسرعة التي تريدها أيضا، وعد الخطوات والسعرات الحرارية. هذا كل شيء مشاهدين الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.